على صفحته بموقع جامعة كاليفورنيا في بيركلي يخبرنا عالم الفيزياء بيرل موتر الفائز بجائزة نوبل عن خاطرة مثيرة للاهتمام. كتب يقول: كان الغرض الأساسي من دراستنا حول الانفجارات النجمية قياس معدل تراجع التوسع الكوني تحت تأثير جاذبية الشد. بدلا من ذلك لم نظهر سوى تسارع التوسع الكوني. Of the process, and little by little, you get to the point where you start realizing, you know, this effect isn't going away. This is the right answer. It really looks like the universe is actually speeding up. كتب عالم الفيزياء ستيفن هوكينج في كتابه واسع الانتشار منذ عام 1988 موجز تاريخ الزمن تعليقا جميلا. قال فيه: إن اكتشاف التوسع الكوني هو واحد من أكبر الثورات الفكرية في تاريخ القرن العشرين. هو حقا كذلك. The same voice is saying, look what I have done. I have done this. This is a proof that these words are true. ويشرح الكاتب العلمي بيل برايسون في كتابه الصادر في عام 2003 بعنوان تاريخ موجز لكل شيء تقريبا كيف أنه قد وجد أن سرعة التباعد والمسافة بيننا وبين المجرات متناسبة بدقة عظيمة. فكلما تباعدت المجرة تزايدت سرعتها. The verses concur with the science concurs with the Quran. We need to be able to say, as Muslims, be confident and celebrate that and say, look, our book says this, and you just discovered the same. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.